في البداية الاحتلال التركي صعد هجماته منذ 19 من هذا الشهر. طبعا الكثير من المنشآت الحيوية في مناطق شمال وشرق سوريا تعرضت لتدمير كامل وأيضا التخريب. اليوم قبل قليل كان هناك استهداف لحاجز لقوى الأمن الداخلي في أبو راسين زرقان، أيضا هناك جرحى وشهداء نتيجة عفوا جرحى فقط نتيجة ذلك الاستهداف. طبعا الاستهدافات مستمرة، كان هناك استهداف لنقطة مشتركة للقوات الروسية إضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية في بلدة أو ناحية التمر، وبالتحديد نقطة الأبقار المتواجدة في شمال ناحية زرقان أو التمر. طبعا نتج عنها استشهاد قاتل قوات سوريا الديمقراطية وإصابة 3 آخرين، كما نقوم إلى مشافي المدينة. أيضا قرية الهيمو التابعة لقامش تعرضت نعم. لقصف عنيف من قبل الاحتلال التركي ومسيراتها، أيضا تربسبية، تشلاغا، ديريك، كل المنشآت النفطية المتواجدة في تلك المناطق تعرضت لقصف عنيف من قبل الاحتلال التركي عبر الطائرات الحربية أو المسيرات أو أيضا المدافع الثقيلة التي استخدمها جيش الاحتلال التركي. بالتحديد المنشآت التي تحددت أو تعرضت لقصف هي منشأة عودة في تربسية، شركة دشتا النفطية في تشلاغا، وشركة في السبيديك تعرضت أيضا لقصف لمسيرة تركية. طبعا مسيرات الاحتلال التركي لا زالت في أجواء مناطق شمال وشرق سوريا تحدد الأهداف، أهداف مدنية وأيضا منشآت مدنية تخدم أهالي المنطقة تقوم باستهدافها فيما في وقت لاحق. طبعا هدف الاحتلال التركي كل هذه الاستهدافات التي تتم منذ 19 من هذا الشهر هي خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وأيضا إيقاف وشل حالة الحياة والاستقرار السائدة في مناطق شمال وشرق سوريا، وأيضا هدفها الآخر هي زعزعة أو عفوا لو يقطع الصوت عني. نعم تفضل. نعم طبعا الوضع سيد سليمان، حضرتك تتحدث عن الاستقرار في المنطقة، يعني وضع الأهالي الآن في المناطق القريبة التي استهدفت، كيف وضع الأهالي هناك؟ طبعا بخصوص تلك وزرقان، المنطقة هي طويلة جدا، من تلك المنطقة يتم استهداف القرى المدنية، 48 قرية متواجدة على خطوط التماس تتعرض لقصف عنيف ليس اليوم أو البارحة، منذ 3 أعوام وتلك القرى تتعرض للقصف. هناك حالة يعني الاستياء لدى الأهالي نتيجة ذلك القصف العشوائي وعدم يعني امتثال الدولة التركية للقوانين والمواثيق الدولية التي تضبط استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في تلك المنطقة. أيضا بخصوص الأهالي، يعني شاهدنا وأهالي المنطقة لهم تجربة مع الاحتلال التركي رغم القصف، رغم كل ما يتعرض له المدنيين من انتهاكات وجرائم على يد الاحتلال التركي ومرتزقة. الأهالي مصممون على البقاء في قراهم رغم ذلك القصف. يعني نستطيع أن نقول إلى الآن لا يوجد أي حركة نزوح من المناطق التي تعرضت للقصف على طول الشريط الحدودي الممتد من تيريك في أقصى شرق شمال شرق سوريا وصولا إلى مناطق الشهباء التي تتعرض بشكل عنيف للقصف. حتى الآن الأهالي متمسكون بقراهم ومدنهم ولم يرضخوا لتهديدات الاحتلال التركي والتي هدفها هي إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين لكي يسهل عليها الاحتلال. نعم سيد سليمان، برأيك ما الهدف من وراء استهداف الاحتلال التركي لمنشآت حيوية سيما في هذا الوقت؟ طبعا برج الاتصالات في قرية كوباني، طريق الوصل، طريق ابيض ابيض الوصل بين مناطق الجزيره ودير الزور بالرقه البارحه، وبالتحديد نقطه المكمن مستوصف في كوباني، منشات مدنيه اخرى كالمدينه
مدارس المنشآت النفطية تتعرض للقصف من قبل الاحتلال التركي، هدفها هي شل حركة الحياد. يعني من 19 إلى اليوم الطريق الواصل بين ناحية تركان وتل تمر تم قطعه من قبل الاحتلال التركي نتيجة استهداف المدنيين الذين يسكنون ذلك الطريق. هدف الاحتلال التركي هي إفراق المنطقة، هي خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، والتي يعني سادت في المنطقة بعد معارك وطنية ديمقراطية، والتي هزمت تنظيم داعش في المنطقة. الاحتلال التركي يحاول شل الحياة في المنطقة، ويعني ترهيب المواطنين في المنطقة، وخصوصا الأبراج الاتصالات. هدف الاحتلال التركي هو قطع كافة الاتصالات في المنطقة والتحرك المدني في المنطقة، أيضا استهداف الطرق. يعني اليوم البارحة تم استهداف مفرقة قبل الاحتلال التركي ومرتزقته. نعم، شكرا جزيلا لك من شمال وشرق سوريا سليمان الطويل، إعلامي وصحفي، شكرا جزيلا.